مرحبا أصدقائي، وياكم حارة المهندس. رجعنا اليوم ياكم بعرض لا يفوت لأرض تصلح لإعمار فيلا. مثل ما نشوف منظر مفتوح على القلعة على البحر. الأرض اللي عندنا اليوم هي قريبة من البحر، فقط 2 كيلومتر، قريبة من سنتر مدينة ألانيا فقط 7 كيلومتر، صالحة للإعمار. الرخصة مالتها جاهزة، المشروع مالتها جاهز، يعني مباشرة تشتروها تقدرون تبنون فيها. الأرض بمساحة تقريبا 580 متر مباشرة على شارع في منطقة كستل أو خلف منطقة كستل. هذه المنطقة تصلح للحصول على الإقامة العقارية في حال سويتوا الفيلا. طبعا مثل ما راح نشوف التقسيم مال هذه الفيلا واللي راح يطلع أمامكم، صايرة على شكل، أو تقسيم الأرض صايرة على شكل مربع. ومثل ما نشوف أمامنا المنظر مالتها منظر جدا جميل، ما يغلق أبد لأنه الأرض مرتفعة والأرض عدلة نوعا ما. هذه الأرض معروضة للبيع العاجل بسعر فقط 270 ألف يورو، واللي هو يعتبر سعر جدا ممتاز لأرض بهذه المساحة بهذه المنطقة. راح نفوت نشوف كل هذه التفاصيل، خليكم ويانا بهذا الفيديو. هذه أمامنا الأرض مالتنا، شوفوا ياي المنظر، منظر مفتوح على القلعة على البحر، يعني حتى خلف القلعة ممكن تشوفوها. وهذا المنظر أبد ما يغلق، لأنه حتى لو يصير بناء شوفوا يصير تحتكم على الجبال على الطبيعة. احنا على بعد فقط 2 كيلومتر من البحر، على بعد 7 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا، على بعد 1 كيلومتر فقط من الجامعة، جامعة علاء الدين كيكبوت أو الجامعة الكبيرة في ألانيا. يعني هنا هذه فرصة استثمارية، حتى ممكن يكون سكن طلاب بالمستقبل، يعني فيها مواصفات عديدة. الأرض هذه مثل ما نشوفها أمامنا عدلة نوعا ما، 579 متر مباشرة على الشارع بشكل مربع مثل ما راح تشوفون يطلع لكم على الشاشة. وهذه المنطقة جدا راقية، منطقة يايالي خلف منطقة كستل، هذه المنطقة مفتوح فيها الإقامة، يعني مباشرة تقدرون تجون تشترون هذه الفيلا أو هذه الأرض. الرخصة مالتها جاهزة، رخصة البناء، كذلك المشروع، يعني تقدرون رأسا تسوون بناء أو ممكن تغيرون المشروع باللي أنتوا تحبوه. المنظر مالتها هذا أمامنا المنظر، الموقع جدا ممتاز. هذه الأرض أيضا معروضة للبيع، الأرض الثانية، يعني واحد ممكن يشتري هذه الأرض، ممكن يشتري أيضا يعني اثنيناتهم. هذه تقريبا 569 متر، هذه 579 متر، سعرها جدا ممتاز بالنسبة لوضعها، لأنه هذه مصروف عليها صرف، وفي نفس الوقت معمولة لها رخصة وكذلك مشروع البروجكت، يعني هذه كلها مصاريف إضافية تكون مستخلصة أوردي. شفنا الأرض، هذا المنظر صراحة منظر جدا جميل، منطقة هادئة، ومثل ما نشوف هنا الفلل، يعني منطقة جدا راقية. هنا طبعا جامع قريب، الماركت يكون هناك موجود واحد، وتقريبا بالسيارة حدود 8 دقائق انتو في منطقة كاستل. اتمنى ان شاء الله يا رب يعجبكم هذا الفيديو. اي سؤال استفسار عندكم تواصلوا على الارقام الموجودة على الشاشة، ويا رب ان شاء الله نشوفكم بالفيديوهات الجاية. سلام.